بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآيات الكريمات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وقد استفدنا منها بعض الفوائد الحلقة السابقة، ونريد الآن أن نواصل الاستفادة من هذه الآيات. فنقول منها من فوائد هذه الآيات أن الله يقبل التوبة من المنافق مع شدة كفره وعداوته لله ولرسوله، فإذا تاب تاب الله عليه وعاد عليه بالفضل، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه أنه يدعو إلى التوبة كل مذنب وكل كافر وكل منافق، يدعو إلى التوبة ويعد بقبول التوبة. فهذا من فضله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فدل على أن المنافق على شدة كفره أنه إذا تاب تاب الله عليه وقبله. وفيها أن التوبة لا بد أن يصاحبها إصلاح العمل، لا بد أن يصاحبها إصلاح العمل، وليست التوبة باللسان فقط. ولهذا قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا، أصلحوا ما حصل منهم من إفساد فصاروا مصلحين بدل أن كانوا مفسدين بالنفاق، فصاروا أداة إصلاح في المجتمع بدل أن كانوا أداة فساد وإفساد في المجتمع. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الاعتصام بالله وحده وترك الاعتصام بغيره، وفي هذا بيان لحال المنافقين أنهم يعتصمون بغير الله ويلجأون إلى الكفار ويقولون: إنا معكم، ويقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. هكذا ولاؤهم ومحبتهم للكفار وعداوتهم وبغضهم للمؤمنين مع أنهم يدعون الإيمان. فالله جل وعلا لما وعدهم بقبول توبتهم شرط أن يكون اعتصامهم بالله لا بالكفار، وأن يكون ولاؤهم للمؤمنين وليس للكافرين حتى تقبل توبتهم. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب إخلاص العمل لله، وأخلصوا دينهم لله، وهذا لأن المنافقين لم يخلصوا دينهم لله، وإنما تظاهروا بالدين وهم على خلافه في قرارة نفوسهم، فدينهم ظاهري فقط، وأما في باطنهم فهم كفار، فهذا إيمان غير خالص، بل هو إيمان غير صحيح. فلا بد من إخلاص الدين لله عز وجل: واعبدوا الله مخلصين له الدين. والله لا يقبل العبادة ولا العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه سبحانه، ليس فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر، ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة، والمنافقون يراؤون الناس كما سبق في الآيات ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا ينافي الإخلاص لله عز وجل. فإذا توافرت هذه الشروط
في توبة المنافقين، أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله قبل الله توبتهم. أما إذا اختل شرط منها فإنما هي مخادعة كسائر مخادعاتهم، فالله لا يقبل توبتهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن من تاب من المنافقين توبة صادقة صار في عداد المؤمنين بدل أن يكون في عداد الكافرين في الدنيا والآخرة. فإذا كان صادقا في توبته فإنه ينحاز إلى جماعة المؤمنين ويكون معهم في العسر واليسر والمنشط والمكره إذا كان صادقا في توبته. ولهذا قال فأولئك مع المؤمنين. فإذا كان معهم في الدنيا في كل الأحوال فإنه يكون معهم في الجنة يوم القيامة. وفيها أن من تاب من المنافقين نال جزاء المؤمنين بدل أن يكون في الدرك الأسفل من النار. الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال في من تاب منهم فأولئك مع المؤمنين. فانظر كيف رفعه الله من الدرك الأسفل من النار وجعله مع المؤمنين بسبب التوبة الصادقة، والمؤمنون في الجنة وهم درجات عند الله عز وجل، فهو ينال معهم هذا الثواب العظيم من الرب الكريم. وفي هذا بيان فضل التوبة الصادقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وقال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من كل أفعال الكفر والشرك وقتل المسلمين وغير ذلك، إذا تابوا فإن الله يغفر لهم ما سلف. فهذا فيه فضل التوبة والحث عليها. والتوبة كما عرفنا هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان، بشروطها التي ذكرها العلماء وأشرنا إليها عدة مرات في حلقاتنا. ويؤخذ من هذه الآيات بيان جزاء المؤمنين والتائبين من المنافقين عند الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. المؤمنين سواء كانوا مؤمنين من الأصل أو كانوا مؤمنين من النفاق، تابوا من النفاق وصاروا مع المؤمنين. ويؤخذ منها فضل مصاحبة الأخيار وضرر مصاحبة الأشرار. فهؤلاء لما كانوا من المؤمنين نالوا جزاء المؤمنين أجرا عظيما، فمن كان مع المؤمنين فإنه يحصل على ما يحصل لهم من الخير، ومن كان مع الأشرار فإنه يحصل له ما يحصل لهم من الضرر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.